كل يوم لما ننهض في الصباح نأخذ قرار، فإما أن نقرر أن ننهض ونقترب نحو أحلامنا وأهدافنا ولو بخطوة صغيرة، الله أكبر. لا صعيبة، مستحيل. فطان، حتى الوقتاش وانت تراقب أحلامك في المنامات، حتى لو انت وقتاش وانت تنوض وكأنك نايض من حادث، من صدمة، من مستشفى. فطن، اسمح لي راح نشدد اللهجة معاك لأن هذه حياتك. ممكن أن يكون حلمك تحطم في يوم من الأيام، ممكن أن يكون زواجك ما نجحش، ممكن أن يكون دخلت في مشروع وخسرت كاع أموالك، ممكن أن يكون عشت سلبية وكآبة في حياتك، لكن صدقني بالله يوما ما ربي راح يولي لك النور من جديد وراح يعوضك أحسن شيء فيه الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله. إذن اليوم راني مقابل الكاميرا ونشوف فيكم وتشوفوا فيا، فرجاء ركزوا معايا جيدا، وقبل ما نبدو لايك سبسكرايب طقوس تاع اليوتيوب. فأول شيء لازم تعرفوا بأن أي إنسان في هذه الدنيا قادر ينجح، لكن صعيبة، لازم لك الاستمرارية، لازم لك الجهد، تعب، لازم لك تتقبل الخسارة اللي تواجهك، وأهم شيء أنك تكمل ما تحبش وما توقفش. فمثلا ممكن تشوف أن الحياة في أمريكا حياة رفاهية وحياة سهلة، لكن في الحقيقة هي أنه كاين كواليس، كاين حياة صعبة وراءها، وحياة يعني شاقة وعمل باش تلحق واش راك حاب. ما تقولش بلي أنه في بلادك وراك انتايا وفي المكان اللي راك فيه انك صعب تحقق في غرار امريكا. صح امريكا بلاد الفرص، لكن تبقى النجاح يبقى حاجة صعبة. المشاكل اللي يواجهوك هنا في بلادك في المكان اللي راك فيه راح يواجهوك مشاكل، لكن بطريقة اخرى وبسيناريو اخر. والحمد لله يعني حاجة اللي تساعدكم يعني لما تروحوا الغربة هي صلاتكم، والله العظيم صلاتكم هي الملجأ الوحيد يعني من هذاك الاكتئاب وهذاك الوحش وكاع صلاتكم. فدايما راني نبين لكم في طريقكم الى النجاح، في طريقكم الى احلامكم، ما تنسوش صلاتكم، والله صلاتكم هي اللي تعلمكم الاستمراريه وتعلمكم الانضباط. بالنسبه لهذا الشيء اللي قررته اني شفته فيكم، يعني كل ما نتلاقى بناس برا، كل ما نشوف في عيونكم، كل ما كومنتاتكم يعني تعاليقكم الايجابيه هي اللي خلتني اني نتخذ هذا القرار واني نكمل في هذه الرساله اللي بزاف شباب بزاف ناس يقولوا لي جواد الفيديو تاعك راه يتحفزنا راهي، وهذا الشيء اللي راني باغي نوصله لكم، نحفزكم باش تتعاملوا اكثر، باش تنتجوا اكثر من خلال الفلوجات ان شاء الله بارك ربي يوفقنا. لكن كاين شيء لازم نتفاهموا عليه، بما ان حبست العمل في امريكا وفي الجزائر، اسكو اليوتيوب راني نتقاضى منه اموال؟ اسكو اليوتيوب قادر نعيش به؟ قادر نسافر به؟ قادر نحقق به واش راني نحقق؟ هما يسمحوا لنا انه نشاركوا المبلغ الاجمالي، لكن ما يسمحوناش نشاركوا التفاصيل. فملي بديت يعني عامين ملي بديت اليوتيوب تقريبا الشيء اللي لميته من اليوتيوب ما يعوضش ما با 10% من الشيء اللي صرفته على الفيديوهات وعلى الفلوكات وكاع. فتخيلوا دراهم اليوتيوب كاع لميته في هذه عامين هي كالتالي 3800 دولار هكا تقريبا 3800 دولار هي اللي راح نجبدها وهي اللي راح نبدا بها، وعندي راس مال صغير يعني راح نضيفه لهذه 3000 دولار، فممكن يعني اموال يعني تقدني ممكن 3 اشهر تاع سفر، 4 اشهر، 5 اشهر، مورا هذه 5 اشهر 4 اشهر ما على باليش واش راح يصرى، ما على باليش مين راح نجيب الاموال، يعني مبلغ ضئيل جدا بالنسبه لي نصرفه. بعض الاحيان الفيديوهات تاع اليوتيوب تجي ماشي ما تنجمش دير فيها اعلانات، يعني الدخل من اليوتيوب اصبح صعب جدا جدا جدا. راح نحاول نتواصل مع شركات، راح نحاول نحوس على سبونسور، راح نحاول وانتم راح تتبعوني بهذه الرحله، وراح نحط اللينك تاع الباي بال تاعي اللي راه باغي يعاونني باي شيء بدولار بنص دولار نكون ممتن له، وهذه يعني حفزني باش نزيد اكثر باش نكمل اكثر في الشيء اللي راني ندير فيه والشيء اللي انتم الحمد لله تقبلتوه. فبناء على هذا القرار اللي ديته نتمنى دعمكم، لان انتم اللي راح تدعموني، انتم اللي راني يعني اتكل على ربي وعلى الجهد المجهود تاعي وعليكم انتم، فانتم اللي راح تنشروا الفيديو هذا، انتم اللي راح تبارطاجوا، انتم اللي راح العمل كاع عليكم انتم. فاي واحد راه باغي يحقق احلامه لازم عليك تخرج من منطقه راحتك، لازم شوف الضوء طفى عارف شعله وين جاي.
هي ضوء وفرق جاء، وهذه تستنيتها بزاف هذه اللحظة باش نشاركها معاكم. فهذه حاجة تخير لكم، لأن الفلوقات راح تكتر، ممكن راح تصبح فلوقين 3 فلوقات في الأسبوع، لكن أحتاج دعمكم، والله لا أحتاج دعمكم، لأنه خلاص صايق، خرجنا للعي طاي خرجنا للحلم ديركت، وعلى طول طريق باش نحقوا هذا الحلم ورحلتنا. الحلم هو رحلة المليون، أني خارج أنا بكاميرتي هذه باش نجيب مليون. ويت شكون؟ أرواحي بغيني نشوفه شلي. اي راعي شتو بشرى قلت لكم سلام. وعلى ذكر هذه الكلمه، انا درت ميرش تاعي، درت موقع نبيع فيه تيشيرتات ونبيع فيه بعض الاشياء، يعني الاشياء اللي جمعتنا نموت على الباطل، روح يا الريجيم روح، سيت ندير هكا في ميرش في تيشيرتات، راح يفوت اللينك هنايا، روحوا زوروا الموقع تاعي، واللي بغى يشري ويدعمني فهذا شيء كبير ليا، راح نوريكم عينه منهم. هلا روح يا الريجيم روح. وكاين هذا، حبيت تكون الفويس اوفر تكون هكا يعني سلام. شوفوهم في الموقع، كاين تيشيرتات وخد اخرين، وكاين الشيء اللي درته جديد، ورحلة المليون، رحلة المليون بدات، وهذا العام راح يكون هو العام الفاصل والفارق في حياتي انا، وان شاء الله يكون انتم تاني يدخل عليكم هكا. فدو الخطوه الاولى، دو الخطوه الاولى، وراح الحلم يكبر عندكم بشويه 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 الى ان راح تدوا قرار كما ديتها انا اليوم. وانا متاكد انكم مادامكم راكم تفرجوا هذه الفيديوهات ومادامكم باغيين التغيير راح تتغير. فوالله نتمنى لكم النجاح من كل قلبي، نتمنى لكل واحد، وانا راه خارج هذه الرحله باش 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 انت تاني تخرج معايا، ممكن تخرج في الفيديوهات ودير الشيء اللي راك باغيه. فشكرا شكرا شكرا شكرا. فمن اليوم راح تبدا سلسله الحياه في العالم وسلسله نحو المليون، راني حابكم تشوفوا الفيديوهات على شكل الحلوه والمره. فشاب جزائري يبلغ من العمر 25 سنه اسمه ديني ميجوان، قرر ماما ريتزكي قرر ان يعيش حلمه بدايه من 2020. قد ما راني متحفز، قد ما راني حاب هذا الشيء، قد ما راني خايف من المجهول اللي راح يوصلني. سمحوا لي اخواتي راني زكو بزاف، ما غاديش يسكتوا وانا الفيديو اللي غنديرها اليوم. فيا شكرا لكم، شكرا اللي تبعتوني على كاع هذه العامين، شكرا على الوجه البشوش اللي راكم تلقوني به برا. هذا الشيء اللي بغيت نشاركه معاكم ونصارحكم به. دعوا لي دعوا لي ان شاء الله يوفقني في هذه الرحله، وشكرا شكرا شكرا لكم. مفاجآت كبيره جايه في القناه. سلام.